سنبيد الجميع في غزة ونعود آمنين. ودي أغنية نشرتها هيئة الإذاعة الإسرائيلية كان تحت عنوان أغنية الصداقة، أغنية أداها مجموعة أطفال إسرائيليين تتراوح أعمارهم بين 6 ل 12 سنة، دعموا فيها الإبادة الجماعية اللي بيشنها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين. كلمات الأغنية كانت مختلفة، يعني ما بين طائرات تقصف ودمار دمار وخلال عام سنقتل الجميع، كلمات اعتبرها أغلب رواد السوشيال ميديا وبالتحديد موقع إكس إنها محرضة. وبسبب الغضب وقوة الهجوم عليها مسحت هيئة الإذاعة التغريدة اللي كانت بتحمل الأغنية. آلاف من التعليقات اللي وصلت للأغنية دي على إنها أغنية كراهية وعنصرية، وإنها مستوى مرعب من الدعاية للإبادة الجماعية. هنشوف بعض التعليقات. كان في تعليق من دكتورة هيفاء كتبت: زرع الحقد والكراهية والروح العدائية والإجرامية في الأطفال بيبني نفسيات مرعبة وشريرة. كمان حساب باسم أجيش قال: هل من المعقول حتى الأطفال عندهم عاوزين الإبادة الجماعية؟ ولا فقط ده تلقين من الكبار؟ وأخيرا حساب علق وقال: معقولة وهم أطفال بيربوا أطفالهم بالشكل ده؟